هذا أجمل تحية أعزائي كل من يتابعني حاليا من خلال البث المباشر من مركز سينما لعلوم الفلك والعلاج بالباراسيكولوجي والطاقة. موضوعنا لهذا اليوم عن الحسد والأنفاس والعين بالحلقة الثالثة من البعد الخامس. لكن قبل لا أبدأ بالموضوع أحب أسأل بعض الأسئلة. كم مرة دخلت في البيت أو في بيتك جيرانك وشعرتي بعدم الارتياح لها؟ وكم مرة دخل عندك شخص معين إلى البيت وفجأة بعد خروجه أصبح شجار بينك وبين زوجك؟ طيب كم مرة واجهت أو واجهتي الناس بالشكوى والتذمر تحت حجة الخوف من العين مثلاً أو طرد العيون؟ زين، كم شخص مجتهد في الدراسة لكن بعد فترة معينة بدأ وضعه الدراسي يتدهور تدريجياً؟ موضوعنا لهذا اليوم فد موضوع حساس جداً، والحقيقة هو موجود في مجتمعنا بشكل كبير، مو فقط في المجتمع الشرقي، حتى في المجتمعات الغربية أيضاً موجود. لكن قبل لا أبتدئ بصلب الموضوع خلي أسوي فد نشر إلى الأشخاص اللي موجودين معي بالجروب. لحظة، بجروب باراسكوبا. هذا الشير، أولا الأشخاص الموجودين معي في الصفحة كاميرا سينما. ونشر آخر للأشخاص اللي موجودين في باراسكوبا، جروب باراسكوبا. نرجع للموضوع. أول شيء علينا نوضح شنو الفرق ما بين الحسد، الأنفاس، العين، هذه الأمور المتداولة عندنا. الحسد بالمفهوم اللغوي هو تمني زوال النعمة، وهذه مسألة يعني أقدر أسميها مكتسبة قد تكون، بمعنى أنه ممكن شخص ينشئ حالات من الحرمان في فترة يعني في فترة نشأته كطفل صغير من قبل الأهل، من قبل الأشخاص المعتنين به، بالتالي تصير عنده نوع من الأحقاد. كلما شاف شخص يمتلك أمور معينة هو لم يكن يمتلكها أيام زمان، فبدأ هذا الشخص يتمنى زوال النعمة الموجودة عند غيره، وهذه حالة قد تكون متداولة وهي مكتسبة أساساً، تكتسب من خلال العائلة. طيب، رجاءً الأشخاص اللي يعني عندي بث مباشر رجاءً لا يكتبوا لي هسه حتى لا يتخربط البث إذا ما صار زحمة. زين، خلينا ندخل بموضوع اللي أنا أعتبره أهم من هذا واللي هو متداول عندنا أكثر، اللي هو العين، تأثيرات العين البشرية. بشكل عام العين البشرية عمياء، ترى بما ينعكس من أشعة الضوء على قزحية العين، وبالتالي كل اللي يخرج من العين هو عبارة عن أنفاس معينة، نقدر نقول هي عبارة عن طاقات مكبوتة موجودة عند الإنسان تخرج، تحاول أن تجد فد منفذ تخرج من عنده. طيب السؤال المطروح، كلنا الآن نخرج هذه الطاقات، ليش بعض الأشخاص احنا نقول بالعامية عينهم تصيب، يعني بمعنى أنه يأثرون على غيرهم، في حين أنك أشخاص آخرين ما يأثرون؟ الحقيقة هذه تعتمد على وضعية الشخص وحتى قبل الولادة. ثبت علميا بالمناسبة ومن خلال التجربة الحياتية أنه الإمرأة لما تكون أثناء الحمل، فترة الحمل، إذا شاهدت ميت أو جثث للموتى أو ما إلى ذلك، يطلع الجنين بين قوسين عينه تصيب، إحنا نقول بالعامية يعني طاقة العين وتأثيراتها تكون قوية عنده، وهذا جاي نتيجة للأنفاس الموجودة عند أو بمعنى صح الإمرأة في ذلك الوضع
عند وضع الحمل مسألة نظرتها إلى الموتى تجعل فتحالة فالطاقة في داخلها يتأثر بها الجنين لا شعوريا، فتظهر هذه الطاقة كحاسة أنا أقدر أسميها حاسة سادسة. بالمناسبة هذه تدخل في الحاسة السادسة على فكرة، من حيث التأثير على الآخرين بالحياة اليومية طبعا بعد ما ينشأ الجنين. هذه حالة أقدر أسميها الشخص يعني مو هو اللي ما جاي نتيجة خلينا نقول للممارسة، يعني شخص ينشأ للدنيا هو عينه تصيب بين قوسين، أو هو حاسود بين قوسين، أو هو عنده أنفاس لكن لا شعوريا. هذه أوعزتها إلى مسألة أنه المشكلة هي تعود إلى والدته بين قوسين قبل أو أثناء الحمل. طبعا قد تكون الأم هي أيضا ما تعرف بهذه المسألة، لكن هذه حتى نوضح للناس الآن. ولهذا نعتقد أنه في المستقبل راح نجد أعداد هائلة وكبيرة جدا من اللي يمتلكون هذه طاقات التأثير من خلال العين أو الأنفاس، لأنه في وقتنا الحالي ما شاء الله يعني عن طريق الفيسبوك أو عن طريق وسائل تواصل مختلفة أخرى مشاهدة الموتى أصبحت بشكل يعني كبير جدا. لهذا أنا أنصح أي امرأة حامل انه ما تشوف مشاهد مفجعه لها علاقه بالموت او ما الى ذلك حتى لا تاثر على الجنين من هذا الجانب. طيب السؤال المطروح، هل بالامكان الشخص ايضا ان يكون عنده او ينمي هذه الحاله؟ يعني ليش مو فقط بالجانب الفطري، خلينا نشوف بجانب التنميه، هل هذا الشيء موجود؟ نعم يعني موجود هذا الشيء. انا انصح كل شخص الان دي يتابعني بالاخص من اللي موجودين في العراق بمراجعة كتابين، الكتاب رقم 2 والكتاب رقم 6 من الكتب اللي أصدرتها جمعية الباراسيكولوجي العراقية، اللي لها علاقة بتطوير المهارات الباراسيكولوجية. راح نجد تمارين معينة، في هذه التمارين راح نشوف بالضبط أنا أقدر أسمي مثل الحلقات اللي تكتشف مدى عين الشخص، هل هي مثلا التركيز بشكل صحيح او لا. هذه الحلقات اللي نشوفها يم طبيب العيون مثلا، هذه موجوده ايضا كبرنامج معين ممكن الانسان يعني يمرن نفسه على هذا البرنامج وعلى مساله التركيز، لان هي النقطه الاساسيه انه احنا كلنا دا نشوف وكلنا دا تخرج من عندنا طاقات معينه من مجالات متعدده، لكن ليش فلان من الاشخاص اما عن طريق الفطره او عن طريق التدريب بامكانه ان يكسر خلينا نقول صحن معين او يكسر زجاجه، ليش الاخرين ما يقدرون؟ الحقيقه هي المساله هي عباره عن شلون اقدر اجمع طاقاتي في مكان المرتكز. المرتكز بالنسبه للشكل اللي امامي. ونقطه المرتكز عاده هي اللي هي اضعف نقطه واللي تتجمع بها كل طاقات الشكل او المحتوى. هذه من الصعب اي واحد ان ينظر لها الا اما عن طريق مرات الفطره مثل ما ذكرت قبل شويه، او تاتي عن طريق الممارسه العمليه. طيب شلون نقدر نتخلص من الحسد؟ او بمعنى صح خلينا نرجع شويه للماضي. كثير ما نشوف اشخاص معينين يخلون من هاي من السبع عيون. طيب يا ترى هل هذه لها فائده معينه؟ نعم، هذا تقليد سومري قديم. يعتقد السومريين واعتقادهم منطقي جدا، وهسه راح اقرب لكم الصوره ليش الاعتقاد منطقي وصحيح. يعتقد السومريين بوجود ان الدوائر الخاصه بالحلقات الخاصه بهاي ام سبع عيون اللي هي سبع حلقات معينه ذات اللون الازرق، انها تحبس الشيطان. يعني الشيطان اذا اجى يريد يدخل الى البيت مثلا او يدخل الى مكان معين ووضعنا هذه الام سبع عيون، يبدا الشيطان يفتر بالحلقات ما يقدر يخرج من عندها. طيب خلينا نرجع الى فد شيء قريب لك شويه. بالمعتقد السائد القديم بالعاميه طبعا الموجود عندنا الان، اللي هو شلون نقدر نطرد العين والانفاس من خلال الحرمل. الحرمل ثبت علميا من خلال عندما نضع النار يبدي نوع من يعمل نوع من الاصوات او الطقطقه، خلينا نقول هذه الطقطقه تبدي تعمل تغير الذبذبه الموجوده بالمحيط. وبالتالي يعتقد السومريين منذ الاف السنين
انه الشيطان يكون متواجد في المكان، لكن لما يخلون الحرمل والحرمل يبدي يطقطق، فتبدي هاي الطقطقه تغير من ذبذبه المكان، وبالتالي لما تتغير الذبذبه الشيطان ما يكون متواجد في نفس المكان، تتغير واجهته. وانا سابقا تحدثت وقلت بان الجن هو عباره عن موجات ذات طبيعه، عباره عن كائنات ذات طبيعه موجيه كهرويه، فبالتالي هي تدخل في علم الطاقه. فحتى نقلل من فعاليتها علينا ان شنو؟ علينا ان نضعف هذه الطاقه من خلال ذبذبات معينه. طيب، الاعتقاد منطقي جدا وسليم جدا. طيب، ليش اللون الازرق بالذات؟ هذا سؤال جدا مهم. ثبت ايضا بان اللون الازرق هو اللون ذا اشعاعات قويه جدا، اشعاعات للتاثير. فبالتالي نشوف احنا كثير من الاشخاص اللي يحملون خلينا نقول الاحجار ذات اللون الازرق، بما في ذلك طبعا اللون يعني الفيروزج اللي انا الان لابسه مثلا، هذا الفيروزج، هذا فيروزج تونسي. طبعا الفيروزج اعتقاد قديم سائد يعود الى الفرس، يعود الى الفراعنه، ويعود في نفس الوقت الى امريكا اللاتينيه. يعني حتى الهنود الحمر في ذلك الوقت ايضا كانوا ولحد الان يلونون جسمهم باللون الازرق او الازرق المخضر، لانه يعتقدون بانه هذا اللون يطرد الشياطين. الفكره سائده. خلينا نرجع الى الماضي، نلقى انه هاي الفكره موجوده عند الفراعنه، عند بلاد، عند سومر، عند بلاد فارس، عند الهنود الحمر ايضا. اذا الفكره ما ممكن ان تكون جاءت من الفراغ. طيب، ليش نستخدم الفيروزج؟ لان الفيروزج هو واحد من الاحجار ذات اللون الازرق او الازرق المخضر اللي يطرد العيون ويطرد الانفاس. طيب، للوقايه ايضا، عدا الحرمل. طبعا هذه انا انصح اي شخص اليوم يريد انه خلينا نقول يطرد الانفاس او العيون اللي تاتي من خلال او التاثيرات اللي تاتي من خلال الحسد او ما الى ذلك، انا انصحها بالحرمل، ما بها مجال، وبالاخص في وقت المغرب، فتره غروب الشمس. غروب الشمس هذه الفتره اللي يكون بها نوع من عدم الاستقراريه بالاجواء، خلينا نقول اجواء الطاقه اللي من حولنا. هذه الفتره هي الفتره اللي بامكان ان نغير من الذبذبه اللي من حولنا من خلال طبعا الحرمل. اضافه الى هذا، ممكن بالنسبه للمسلمين مثلا، ممكن سوره الفلق تنكتب بالزعفران على 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 صحن وتشرب بعد ما تنكتب، لكن على شرط ان تنكتب للشخص نفسه اللي نعتقد بوجود حسد عنده مثلا او انفاس عليه، من خلال جمع احرف اسمه نسميه الجفر الصغير. يعني لما نفتح الاسماء، فلان مثلا اسمه زيد من الاشخاص، الاحرف شو تمثل بالارقام، نجمع هذه الارقام ونقلصها نسوي الجفر الصغير، وبالتالي اعتمادا على الجفر الصغير اللي هو من رقم 1 الى رقم 9 فقط، راح نطلع انه كم مره نبدي نكتب سوره الفلق على الصحن، وبالتالي بعد ما نكتبه بالزعفران نقدر بكل سهوله انه نشرب هذا الماء، فراح يسقينا من الداخل بشكل ايجابي، يخرج من عندنا هذه الطاقه السلبيه الناتجه للعين او الانفاس. بالنسبه للاخوه المسيحيين او الديانات الاخرى، بالامكان عن طريق نفس العمليه يقومون بها، لكن من خلال كتابه الاصحاح الاول بالكتاب المقدس، الاصحاح الاول فقط، وايضا من خلال الاسم، الجمع الجبري للاسم. طيب، ما تأثيرات الحسد؟ تأثيراته بشكل أو بآخر، يعني يؤثر الحسد بشكل مباشر على الشاكرات، وأكثر شاكرة تتأثر بالنسبة للحسد هي شاكرة العين الثالثة، والشاكرة اللي شاكرة الحنجرة. ولهذا احنا عادة نميل دائما إلى لبس القلادة اللي خاصة بالفيروزج أو ما إلى ذلك في منطقة الحنجرة، حتى توقف الطاقات الموجية الجاية نتيجة لتأثيرات الأنفاس والحسد وما إلى ذلك. طيب، العين الزرقاء أيضا هي من أكثر العيون اللي لها تأثيرات لمسألة الأنفاس والحسد أو ما إلى ذلك. طيب، في نفس الوقت العين الزرقاء هي اللي تؤثر، وفي نفس الوقت هي وقاية إلى صاحبها. يعني الآن أصحاب العيون الزرقاء
هم أشخاص نادرا ما يصابون بالحسد والأنفاس والنظرة، لكن هم في نفس الوقت هم أكثر الأشخاص اللي ممكن أن يأثرون على الآخرين. طبعا أنا ذكرت بأن العين البشرية عمياء، لكن بوجود اللون الأزرق المنعكس إلى الناظر بالتالي يكون تأثيرات كبيرة جدا وسلبية عملاقة. هذا بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم. نفتح باب الأسئلة للأشخاص اللي يحبون أن يسألون عن بالعام إلى مختلف الأسئلة طبعا. وأبتدأ، بس خلي أسوي رفرش حتى أشوف الأسئلة اللي إجتني من خلال جهاز اللابتوب. طيب ياسمين علي منور أستاذ، ممكن توافق بنت 8392 ورجل 28/2 1991، وهل يوجد ارتباط؟ 8/3 برج الحوت و 28/2 ايضا برج الحوت، لا توافق جيد بين الحوت الرجل والامرأة، 92 برج القرد و 91 برج العنزة من الابراج المزاجية، لا توافق جيد، توافق جيد، واكو زواج هذه السنة. طيب منال 22/8/1 و80 عن الزواج والمال، الزواج لا بس مال نعم ممكن. ما مدى توافق الارتباط بين رجل 89 وامرأة 87؟ الله يخليك، امرأة 87 ورجل 89 انفصال حتمي ما بها مجال. أطياف بنت فريال 25/3/1980 راحت زين، لا بعدها 25/3/1980 عن تغيير السكن، أرجوك أستاذ سنما أكو تغيير عندك إن شاء الله وقريب جدا. طيب منال 22/8/1981 تسأل عن الزواج وعن المال. ولادتك بوقت حرج جدا يا منال، واسمك من الاسماء اللي تتعب بالامور العاطفيه يعني، فانا كتبي لي اسم مالتك واكشف لك هسه وراح اقول لك تتزوجين لما تتزوجين. اما بالنسبه للمال لا صعب. طيب خلينا نسوي ريفرش. مرحبا استاذ سلمى، اريد 25/12/1988 اريد اعرف عن السفر، اريد اعرف عن السفر. 25/12 برج الجدي، لا اكو سفر، اكو تغيير وحلو، اكو سفر يا موسى، اكو سفر عندك. طيب زين توتة تقول ليش الصحة مو تمام عند برج الأسد؟ شهر 10 صار 10 أشهر 1987. توتة المشكلة مو بالأسد، المشكلة أم 87 نحسة وحساسة جدا، يعني المشكلة عندك مو بالأسد، المشكلة بسنة الولادة. منال بنت معصومة ذكرناها قبل شوية. زين الله يوفقك، أكو توافق بين 15/6/87 وبين 29/11/95. نعم اكو توافق جيد بالابراج الصينيه، برج الخنزير وبرج الارنب، توافق جيد. مرحبا استاذ، دراسه ضروريه مداري زين. تحياتي استاذ سلمى، انا برج الصيني الخنزير من موالي برج الدلو، ومعنى اسمي بالعربي شلا، شنو هذه اسم بالعربي ما لي علاقه بالمعاني، ما لي علاقه بها. مرحبا استاذ سلمى، ممكن اعرف 19/8/1968 عن الاقامه مواليد؟ عن الاقامه لا تحكي لي يعني باوروبا، يعني بهاي المساله اننا نعطيك احنا البرج شنو هو الايجابيات والسلبيات، لكن تسالني على مساله انه البرج راح يحول لك يخليك مقيم وطلع قانون يقول طرد العراقيين من بلجيكا، عذرني يعني ما راح البرج ما راح يغير لك شيء في الحاله، لا تسالني هذا السؤال ما راح اجاوبك عليه. ليلى بن فتحيه 13/9/1976 توقعاتي لسنه 2016 امور ماليه جيده وتغيرات حلوه على الجانب السفر والترحال مع فقط على الجانب العاطفي. مساء الخير استاذ سينما، اكو توافق بين 6/4/89 و31/10/88.
88 89 اكو توافق جيد بيناتهم، الاثنين من نفس الصنف بالبرج الصيني اللي هو الصنف الارضي، توافق جيد بيناتكم. وردة الطيب الطيبة تقول برج الكلب الحياة العملية بليز 13982 لا تغييرات حلوة على الكلب، والميزان تنتظرين آخر 3 أشهر بالسنة تغييرات حلوة ومالية جيدة. أطياف 25980 تسأل عن السفر والإقامة، السفر موجود، الإقامة ما أقدر أحدد لك إياها أعذريني، لا الإقامة بالغرب لا تحدث عنها. أنا سجى عن الزواج 16/4/1994، نعم أكو زواج عندك، أكو زواج يا سجى. عن السفر بصورة عامة 7/1/1989 رجاء أستاذ عندك سفر يا ما أعرف أقرأ اسمك بس عندك سفر، عندك سفر تغييرات حلوة. طيب خلينا نشوف بعد. أستاذ سلمى حول الذرية 24/2/1991 الذرية إذا ما عندك مشكلة عضوية فتراجعني، احتمال مشكلتك روحانية وأنا أعالجك إن شاء الله ولا يهمك. طيب حبي سلمى أنا مسحور وأتمنى إذا ترقيني وإذا هسه أجيك لأن راح ينفجر راسي. خلي أوضح في صورة معينة. الرقية هي قراءة الآيات القرآنية على رأس الشخص، وبالتالي ألا بذكر الله تطمئن القلوب، شيء جميل جدا، لكن مو كل أنواع السحر تخرج بالرقية للمعلومات هذه، وليس كل أنواع التوابع والعوارض والأمور الروحانية تخرج بالرقية، هذه للمعلومات أنا أريد أفيد بها الناس. نعم هنالك من يشفى بالرقية، لكن مو معناته أنه كل أنواع الأسحار تشفى بالرقية، هذه الأمانة. فما أعرف أنا مشكلتك هل هي سحر أو ما إلى ذلك، يا ما أعرف من خرج من طيب أرجو سيد سلمى وائل أو وائل راح أوكي 19/7/1995 عن العمل والشغل في السعودية. أبو 65 عنده إشكاليات، أبو 65 شخصية عنده إشكاليات وعنده متاعب هاي الفترة، لكن لا عندك تغير حلو راح يصير اكثر شيء بالشهر الثامن، الشهر الثامن تتامل لك عمل جيد بالنسبه لك. طيب زيد 25/4/1994 يسال عن الدراسه لان عندي امتحانات جايه، تنجح ان شاء الله يا زيد بس تبذل مجهود. ضحى عن الزواج 21/11/1992 وش قد المده؟ ما اقول لك مده و زواج صعب يا ضحى، اكو اشكاليه صعبه ومولوده انت ما بين برجين حرجه صعبه يعني بمجهود مو سهله، شغلتك مو سهله. طيب ليش انفصال حتمي بين 89 و87؟ يعني ماكو امل تتحسن الامور رغم انه هي زينه لان برجهم اسد وقوس. طبعا اسد وقوس هذه زينه، لكن 89 برج الحيه و87 برج الارنبه، الارنبه حساسه جدا، حساسه لامور كثيره. 89 شخصيه انانيه، شخصيه ما عندها اهتمامات باحساسات الطرف الاخر، فبالتالي هذه بي اشكاليه. او 89 يكون عنده تفاؤل كثير، 87 يكون عنده قلق وخوف من المستقبل ومن الناس المحيطين من حولها. ابو 89 شخصيه غير واضحه وعنده تلاعب، ام 87 شخصيه نحسه بهذا الجانب، فلذلك اكو اشكاليات بالجانب البرج. لكن طبعا بطبيعه الحال في امور معينه ممكن نخفف بها من خلال تقبل شخص للشخص الاخر، لكن بشكل عام العلاقه ليست سهله. طيب مرحبا استاذ، اني مواليد 10/7/91 اريد اعرف بصوره عامه 10/7 برج السرطان 91 برج العنزب الابراج الصينيه، وشخصيه ازدواجيه مزاجيه قلقه بس طيوبه عرضه للاستغلال، وهذه السنه هي من السنوات اللي اقدر اسميها جيده لك، لكن السنه القادمه راح تتعبين بها، تنتظرين الشهر التاسع يكون عندك تحول عاطفي جيد. طيب استاذ سلمى حول الدراسه 1/6/1982 وهل يوجد توافق
شنو الدراسة وشنو التوافق؟ طيب زين، خليني نسوي ريفرش نشوف شنو اللي صعد عندنا وشنو اللي دخل من قبل السائلين. ميلاد مواليد 31/10/1988، اكو زواج هذا العام؟ اكو زواج ان شاء الله، اكو زواج، بتنتظرين 3 شهور الاخيره من السنه، كنت حولات حلوه عندك. الله يوفقك استاذ سلمى، 15/6/87 وبين 29/11/95، ما لحقت له راح. اطياف زين، مرحبا استاذ سلمى. فاتن 1/7/85، ما اعرف شنو سؤالها فاتن، خلينا نشوف شنو سؤالها. بصورة عامة والحجر المناسب، 1/7/85 هي برج السرطان وبرج البقرة. الحجر المناسب لبرج السرطان هو حجر القمر أو عين القمر، هذا الحجر من الأحجار المناسبة بالنسبة إلى مولد برج السرطان، وهو اللي يخفض الطاقات السلبية. يعني مولد برج السرطان أنا أنصحه بهذا الحجر، يمتص الطاقات السلبية، وبالتالي إذا كان أكو تأثيرات من خلال فلكيا تأثيرات سلبية على الشخص مولد برج السرطان، ف يعني الحجر يخفف من هذه التأثيرات السلبية، لا يمنعها، لأن ما راح نقدر نغير احنا من حركة الكواكب، هي موجودة شنو ما بينها، لكن يخفف من التأثيرات السلبية. طيب مرحبا أستاذ، إذا عرفت لحد يكتب لي بالخاص، لأنه راح يكتب لي بالخاص راح أسوي له حظر. ممتاز. مرحبا أستاذ سلمى وممنونة منك، شكرا جزيلا. مرحبا أستاذ، أريد أعرف برجي 15/4/1961 و60 15/4 برج الحمل بالعشرية الثالثة والأخيرة، 61 برج البقرة، وهنا البقرة المعدنية، شخصية عصامية يا أبو هاجر، أنت شخصية عصامية تصنع حظك بنفسك، شخص مثابر، لكن في نفس الوقت أنت من الأشخاص اللي ممكن أن يعني ممكن الأشخاص الآخرين يستغلوك أو يجذبوك من خلال الجانب العاطفي، فاحذر من هذا الجانب. لكن أنت شخصية أيضا مثابرة، ويعني خلينا نقول بين قوسين أبو بيت ناجح. الله يحفظك ويوفقك يا رب، على طول ندعي لك. شكرا يا توتة، تحياتي لك يا طيبة، ذوقك الجميل. زين، سرى بنت رائدة مواليد 16/1/1987، عن الصحة والمستقبل. الصحة لا في متاعب يعني، لكن المستقبل تطمن، مستقبلها حلو، تحولات حلوة عندها بالأخص بالشهر العاشر، الشهر العاشر. زين، حنان حبيب تحياتي لك من ألمانيا، تحياتي لك يا طيبة. سألتني كثير عن 1/3/1982 عن الحياة العملية، أجزم يا حنان وسجليها علي، الحياة والشغل طبعا، أجزم الحياة والشغل لـ 82/1/3 برج الحوت برج الكلب، عنده تغيرات جيدة، راح يذكرني بالشهر العاشر، الشهر العاشر من هذا العام، وعنده بالشهر الثامن أيضا تغيرات حلوة على مستوى العمل. السكن والإقامة، السكن والإقامة إن شاء الله أكو إقامة إن شاء الله. طيب أستاذ تحياتي، مواليد 7، لا مواليد 2/7، 88 هذه برج السرطان، و88 برج التنين، التنين الأرضي. ما أعرف شنو كان سؤالها وصعد التكست، تكست زين. أرجوك ساعدني يا دكتور، هل في طلاق بين ليلى بنت فتحية 76/13/9 ووائل ابن عواطف 19/7/65؟ أرجو الرد. الرد مالتي نعم أكو طلاق، معذرة يعني، بس أنا أشعر أنه أكو طلاق. طيب السلام عليكم أطياف، قلنا يمكن أطياف قبل شوية، سألت عن السكن والسفر. طيب مساء الخير، تحياتي هنا. مساء الخير، مواليد 1/3/1962، عن السفر أكون ممنونة، تحياتي. رجل ولا امرأة؟ رجل ولا امرأة؟ في سفر لكن في تعب،
السفر مو بسهولة، هذا سفر مو بسهولة بتعب. زين، مواليد 25/5/76. عن الحالة الصحية بشكل عام، أني غير متزوج. عندك زواج هاي السنة 25/5، برج الجوزاء، برج التنين، الناري 76، يان مولود في سنتيان، برج الكوبرا. عندك زواج هاي السنة، هاي السنة عندك زواج. طيب، سلمى، تحياتي واحترامي لك يا رب. أنت يا رب أنت بألف خير. التكست ده يصعد، مدى ألحق أقرأ يعني للأسف الشديد. تحياتي وأنا آسف جدا لجميع الأشخاص اللي يكتبون، بس مدى ألحق يعني التكست ده يصعد فوق، فبدا ألحق أجاوب على الموجودين. فقط اللي دا أقرأ يعني راح أجاوب عليه. طيب، سلام دكتور، اسمي عبد الرضا، 8/10/81. عن الرزق والحياة، لا في متاعب عندك يا عبد الرضا، واسمك أيضا بمتاعب. الله يوفقك، الله يوفقك أستاذ. سلمى جاوبني على سؤالي، الله يخليك. أكو زواج 6/15/6 راحت. طيب، أشكرك أستاذنا العزيز. زوجي كمال 10/2/69. طيب، 29/8/94. عن الحياة والشغل، حلو، تغيرات حلوة. الشهر الثامن عنده تغيرات جدا جميلة ولطيفة. طيب، السلام عليكم، أنا مواد 1977. شنو برجي؟ برجك الحية بالأبراج الصينية، ومن الأبراج برجك بان من الأبراج اليقظة والأبراج رأس الحكمة. رأس الحكمة هي الحية، لكن الحية كفتاة وبالأخص أم 77، الحية النارية مندفعة غيارة. والحسد عدج، الحسد عد برج الحية بشكل واضح جدا يكون. لكن تبقى الحية هي رأس الحكمة، يعني دائما نحتاج الحكمة والموعظة من خلال برج الحية. طيب، تحياتي للجميع اللي بيكتبوا لي، واللي أنا أتأسف مدى أقدر أشوف كل الموجودين. طيب، خلي اشوف منو بعد. زين، السلام عليكم، انا مواد برج، قلنا برج الحية. اوكي، شكرا جزيلا، تحياتي لك يا محمد. محمد اليافعي، انت كذاب، شكرا جزيلا، بس يا ريت لو تطلع وتفسح مجال لغيرك، يعني حرامات انت ماخذ فد حيز، واحنا قدام بس اربعه، فقط اربع اشخاص يعني تجيني الكتابه، التكس اللي قدام مال فقط اربعه، واللي يكتب راح يساعدني الاربعه فوق ما راح اقدر اشوف يعني. فيا ريت انت ما عندك شيء مفيد تخرج وتشرفنا. السلام عليكم دكتور، اني 5/9/1993. صحتي والمال متدهور، متدهور لانه برج الدجاجه، وبرج الدجاجه من الابراج النقناقيه واللي تتعب في حياته وتبذل مجهود. لكن اني اوعدك او اوعدك الشهر السادس وتاخذيها من عندي، وضعك راح يتغير نحو الافضل، الا اذا ما كان هنالك مشكله روحانيه. المشكله الروحانيه ما اقدر اكشفها عن طريق يعني التكست، يعني الا بالحالات الخاصه، نتيجه التداول الكثير اللي يكون يعني اللي يجيني. لكن بشكل عام روحانيا ما يقدر نكتشف عن طريق التكست، لازم تتصلون بينا وناخذ الاسم واسم الام، وبالتالي نقدر ان شاء الله نكشف روحانيا ونقول لكم شنو المشكله وشنو علاجها. الله يوفقك استاذ سلمى. طيب، شكرا سلمى، والله انت معلم، بس ان شاء الله احبك. تحياتي لك يا الخفاجي عماد، دورك جميل، شكرا يا طيب. انت ورده استاذ ومليون لك، تحياتي يا ورده الطيبه، تحياتي لك وشكرا جزيلا على معاناتك اللطيفه تجاهي يعني. كمال، خلي قبل لا يروح كمال، 10/2 برج الدلو، 1969. عن السفر، مسافر، مسافر باذن الله، مسافر. وكمال من الاسماء اللي بها طاقه وبها شوق وقوه. طيب، انا اشكرك حبي، تحياتي لك يا حجي كرار الزهاوي، تحياتي وشكرا جزيلا على كلماتك اللطيفه. طيب اعزائي، اكتفي بهذا القدر لهذا اليوم. كل الاشخاص اللي ما قدرت انا اجاوبهم بالعام نتيجه لضيق الوقت وسرعه التكست، ان شاء الله تنتظروني بالاسبوع القادم بنفس هذا الوقت، الساعه 8 مساء بتوقيت بغداد، كل سبت، السادسة مساء بتوقيت غرينتش، 7 مساء بتوقيت وسط وشمال اوروبا. ان شاء الله نحاول قدر الامكان نجيب على تساؤلاتكم واستفساراتكم مع موضوع وحلقه جديده من البعد الخامس. هذه الحلقه اللي اليوم
تحدثت عنها راح تكون موجودة في أرفعها في اليوتيوب يوم غد إن شاء الله في صفحتي أو في قناتي عفوا في اليوتيوب، قناة الخبير الفلكي وروحاني سلمى. تحياتي وتقبلوا فائق مودتي. الفلكي الروحاني سلمى.